الزمالك وحرس الحدود بيلعبوا بعض دلوقتي، المباراة مشتعلة. حرس الحدود لحد دلوقتي جايب جون، يعني طبعا انتوا هتعرفوا النتيجة بعد انتهاء المباراة بإذن الله في عنوان الفيديو. المنافسة دلوقتي بقت شرسة جدا ما بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، وبالأخص الأهلي والزمالك، لأن الزمالك ما شاء الله لسه واخدة بطولة الكونفدرالية. ألف ألف مبروك لكل الزملكاوية ولكل مصر، لأن البطولة دي بتعود على مصر في المقام الأول، وتعود على نادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وكل الزملكاوية في المقام الثاني. فأتمنى السعادة لكل زملكاوي ولكل أهلاوي بالمنافسة الجميلة دي، ونتمنى التوفيق للزمالك، وإن شاء الله المباراة تمشي بشكل كويس للزمالك، نظرا لأن ناس كتيرة جدا من حبايبي وقرايبي زملكاوية. طبعا فريق حرس الحدود فرقة مصرية، يعني نتمنى التوفيق للجميع. أتمنى لكم كل خير وكل سعادة. كنت معاكم أحمد محمد عبد المنعم، وقبل ما أختم أحب أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة عيد الفطر يوم الأربعاء، بكرة إن شاء الله الثلاث المتمم لشهر رمضان. أتمنى لكم كل خير وكل سعادة، أشوفكم على خير، سلام عليكم.